يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكرف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله جل وعلا حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والدعوة والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها الآن لأقيم من خلالها الحد على الأمة بالجلد أو الرجم، وإنما أقدمها نصحا للأمة، لا انتقاصا من قدرها ولا تقليلا من شأنها، بل أقدمها ورب الكعبة حبا لها وإشفاقا لأجلها. أحدث بهذه سلسلة الكريمة أمة الحبيبة حديث الروح للروح، وأخاطب بها أمتي خطاب القلب للقلب، لنستل معا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء. فلا شك ولا ريب أن أمتنا قد أصيبت بعلل كبيرة وأمراض خطيرة أقعدتها عن التقدم والرقي، وأخرتها عن المكانة التي أرادها لها الرب العلي والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد آن الأوان، وها هو الوقت قد حان، لنقوم معا لنعلي الهمة ولنجيش الطاقات الهائلة في الأمة، لنبحث عن دواء لهذه الأمراض ولهذه العلل، ولنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالشفاء. وها هو الدواء بين أيدينا من كتاب ربنا
وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فمن أعظم البلاء أن نتجاهل الداء وأن نتغافل عن الابتلاء وألا نبحث عن الدواء وألا نسعى في طريق الشفاء. فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه فضل في شقائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن الليلة على موعد مع مرض خطير، حين أصيبت به الأمة من زمن بعيد تأخرت عن المكانة التي أرادها لها ربها جل وعلا، وعن الريادة التي أوجبها عليها ربها جل وعلا. إنه مرض جعل الأمة وراء الركب ببعيد، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب والقائد الأمين في الضروب المتشابكة، في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. إنه مرض حين أصيبت به الأمة أصبحت الأمة غثاء لا وزن لها ولا قيمة عند أمم الأرض. وصدق فيها قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، كما في حديثه الصحيح الذي راه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنه مرض خطير، مرض لا يليق البتة أن تظل الأمة مبتلية به دون أن تبحث بصدق وجد عن دواء حقيقي للتخلص من هذا الداء. إنه التقصير في الدعوة والدعوة.